فيد ميكس بتوصيك في موسم دخول العجول الآنية اللي هتتسمن وتطلع إن شاء الله على شهر رمضان المبارك. خد بالك إن مش بس وزن الجسم هو اللي بيحدد كمية الأعلاف المركزة اللي بيأكلها الحيوان، لا، في حاجات تانية كتير زي مسطح جلد الحيوان وسعة الكرش والصحة العامة، وده اللي بيخلي إن عجلين وزنهم 300 كيلو مثلا واحد يأكل 6 كيلو والتاني ممكن يعدي 8 أو 9 كيلو. فيد ميكس بتفكرك إنك لازم تقدم العلف تدريجياً عشان يساعد الكرش ومحتوياته على هضم العلف الجديد بكفاءة وعدم حدوث لكمات ومشاكل كتير. اشتري راحة بالك واعتمد على فيد ميكس.